ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد معكم ايمان من المجوهرات. فهذه المره اخرى اليوم غادي نقترح عليكم بغسيل اللي كيجي غزال وزوين. البغسيل البنات كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع، شي حاجه اللي غزاله خفيفه او ميم طون عاطيه للعين. البغسيل عن قرب البنات كيجي بحال هكا، كيجي مخرم كامل من الوسط، في هاد الحجرات بيان سيغتي، والجناب ديالو كيجيو هكا مشنفين، كيجي بحال هكا من اللور، وفيه سدادات سيكوريتي باردون البنات، سدادات سيكوريتي اللي كتحل على هاد الشكل وكيتحل بحال هكا، كيجي بحال هكا من الداخل، كيجي بغسلي اللي غزال وعاطي للعين كيف قلت لكم، وشي حاجه اللي خفيفه، واللبسه ديالو كتجي انيقه وزوينه كيف كتشوفي معايا، كيجي عاطي للعين، شي حاجه اللي خفيفه اللي تقدري تلبسيها شاك جو. كنتمنى ان بغسلي اللي اقترحت عليكم اليوم يكون الاعجاب ديالكم. لي زانفورماسيون كاملين كيف العاده غتلقاوهم في لا باغ دانفورماسيون. بالصحه والراحه مسبقا، وما تنساوش مجوهرات فاتين ذهبي حسنين. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك، و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.